السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات بوسي اللهلوبة. يومنا النهاردة هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض التخليل الزيتون. هنعمل الزيتون الأسود مع بعض إن شاء الله بطريقة حلوة وسهلة جدا جدا ومضمونة، وهنحتفظ بكل الزيوت اللي فيه وهنحتفظ بكل الفايدة بتاعته، ولا هننقعه ولا هنكبسه بالملح ولا أي حاجة. هنعمله كده في نفس اليوم. زي ما انتم شايفين أنا جبته ونقيته من الورق اللي كان فيه وغسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. هجيب ايه؟ اول حاجه هجيب كيس من الملح. ايوه الكميه دي حوالي 2 كيلو، هتاخد كيس من الملح. طبعا كيس الملح زي ما انتم عارفين بقى صغير دلوقتي، فانا حطيت كيس الملح كله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهقلب بقى الملح وهحط معاهم كمان معلقتين او ثلاثه شطه على حسب كميه الشطه او السبايس اللي انت بتحبيها. يعني انت ممكن تحطي معلقه واحده او معلقتين وممكن ما تحطيش خالص. الملح هو مضاد حافظ ان شاء الله هيحافظ عليه، وهنضيف لسه اضافات ثانيه ان شاء الله. ده التخليل الزيتون السريع، سريع في نفس الوقت، مش هيتركن بقى يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا الكلام ده. هنعبيه على طول في البرطمان، ودي الطريقه اللي كانت بتعمله بيه ستي الله يرحمها، بس كانت كمان ساعات بتديله نغزه بالسكينه وتصفي منه حبه الميه اللي بيكونوا فيه. احنا بقى مش هنصفي منه ميه خالص، وهنحتفظ بالميه بتاعته والزيوت بتاعته وكل الفايده بتاعته ان شاء الله. ما عملتش حاجه غير ان انا عملت ايه؟ حطيت معلقتين ثلاثه من الشطه وحطيت معاهم كيس من الملح وقلبتهم. طبعا لو انت مش عارفه كميه الملح ممكن تحطي بالمعلقه حوالي 5 معالق من الملح كبار. هو الكيس حوالي 5 معالق كبار. هبدا كده اعبي الزيتون بتاعي في البرطمان على طول، ولسه طبعا في ماده هنحطها للزيتون ده برده ماده حافظه تاني مع الملح والشطه، فانا هعبي في البرطمان على طول. عايزه اقول لك الزيتون بالطريقه دي حلوه جدا. انا عملته السنه اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا بطريقه تانية، اللي هو كبس الزيتون ان انت بتكبسيه وتحطي عليه ملح وتسيبيه يومين ثلاثه، وتضغطي فوق منه حاجات او تقل فوق منه علشان ينزل منه الميه بتاعته. لكن انا السنه دي هعمله بقى بنفس الطريقه اللي بتعمله بيه والدتي وكمان جدتي الله يرحمها. هعبي الزيتون كده على طول، ما حطيتلوش اي حاجه غير ملح وشطه فقط. هعبي الزيتون وهملى البرطمان وهكبسه بايدي كده. وهجيب هنا معايا حوالي 10 ليمونات او نص كيلو من الليمون، 10 ليمونات كبار او نص كيلو من الليمون. وفي نفس المكان بقى اللي كان مطرحه الشطه والملح هبدا بقى اعصر ال10 ليمونات، وهبدا كده اعصرهم. بس اول حاجه بشيل منها البذر لان البذر ده برده بيدي مراره، فانا هبدا اتخلص من البذر وبعد كده اعصر الليمون. طبعا بقى انا بحب الطريقه دي، احب اعصره بالسكينه كده على طول، بينزل كل حاجه فيه، يعني كل حاجه في القشره بتنزل خالص. لكن لو انت عايز طبعا تعصري بعصاره الليمون براحتك خالص، والطريقه اللي يريحك اعصري بيها الليمون زي ما انت عايز. هعصر كده الليمون على الملح والشطه، وبعد ما اعصر الليمون ده انا كده خلصت ال10 ليمونات كلهم عصرتهم، ادوني حوالي كوبايه ليمون كبيره. وادي القشر برده هنحتاجه دلوقتي، حوالي كوبايه من عصير الليمون كده. وهبدا احط كده معلقتين ثلاثه خل، الخل ده مركز، وحوالي ربع كوبايه خل، بس انا ما كترتش قوي لان الخل ده مركز تركيزه عالي، فانا حطيت حوالي معلقتين ثلاثه. انت تحطي ربع كوبايه خل مع الميه بالليمون، مع الليمون لا اسف مش هنحط ميه خالص، الزيتون ده مش هنحط له اي ميه نهائي. حطيت كده الليمون اللي انا عصرته مع الخل وحطيتهم عليه، ادوني هنا حوالي ربع البرطمان، يعني هنا كده حوالي ربع البرطمان اتملى بالليمون واتملى بالخل. الربع التاني هنكمله بالزيت، المفروض ده بيكون زيت زيتون، بس طبعا زيت الزيتون بانه غالي جدا ومش متوفر قوي عندي يعني، فانا هحط دلوقتي زيت ذره عادي او اي زيت متوفر عندك. هتحطي حوالي نص البرطمان، يعني هتكملي الربع التاني هتحطي زيت، مش هنعبي البرطمان للاخر لان لسه الزيتون كله محتفظ بالميه بتاعته محتفظ بالزيوت بتاعته، فالزيتون ده مع الملح والشطه هيبدا ينزل الميه بتاعته، والميه والزيت دول هيوصلوا لحد فوق. يعني احنا لازم نسيب النص كده فاضي، نص البرطمان فاضي. حطيت كده ربعه ليمون وربعه التاني زيت ونصه كده فاضي ما فيهوش اي حاجه. انا هقول لكم بقى ان شاء الله وهوريه لكم برده في اخر الفيديو بعد كام يوم، بعد يومين ثلاثة كده هنزل مية قد ايه وهوري لكم نسبة المية طلعت لحد فين. هبدأ بقى احط كده قشر الليمون اللي قلتلكوا هنحتاجه، ونحطه على الوش بالشكل ده. هكبس بيه كده الليمون علشان لو اي حاجة باظت من على الوش هو القشر ده اللي يبوظ، وبعد كده ما بنيجي نفتح على الليمون بنشيل القشر ده وبنرميه. هغطيه خالص كده بقشر الليمون، وبعد كده هجيب كيس نظيف وهغطي بيه الزيتون. وهقولك بقى هنعمل ايه. الزيتون ده بيقعد معايا حوالي شهر وبعد كده او شهرين وباكل منه. انا الناس اللي بتحبش مراره الزيتون قوي ممكن تخليه شهر ونص شهرين وتاكلي منه، لكن انا بصراحه بفتح عليه بعد شهر على طول. هقفل عليه كده
وعايزه اقول لكم طبعا في البدايه خالص لو لقيت اي زيتونه بايظه مفعصه او كده بتشيلها من البدايه خالص قبل ما تعملي الزيتون، بتحاولي تنقيه وتنضفيه وتشيلي القشر اللي فيه وكل حاجه وتغسليه غسله كويسه جدا. بس كده انا قفلت برطمان الزيتون وضغطت عليه زي ما انتم شايفين كده وهقفله وهسيبه. الزيتون ده كل يومين هنقلبه بالشكل ده، هنجيب الليمون بالزيت تحت وبعد كده نقلب البرطمان، كل يومين هنقلب البرطمان بالشكل ده، يعني هنجيب الليمون والزيت تحت علشان كله يتخلي الزيتون ده هيطلع لحد اخر زيتونه هيطلع لونه حلو قوي وهيطلع لونه اسود زي ما هو كده بالظبط وبيلمع وفي لمعه جميله جدا. هوريكم دلوقتي، انا بقول لكم اهو نص البرطمان ده كمان يومين هتبص تلاقيه ملى البرطمان لان الزيتون هينزل ميته وهينزل الزيت بتاعه. طبعا الحاجات اللي بينزلها الزيتون ده طبعا بتكون ليها فايده كبيره. هوريكم بقى الزيتون ده انا كنت عاملاه، بس ده زيتون كنت عاملاه بميه وكنت كبساه وحاطه له ميه ومغيره الميه بتاعته كذا مره، بيبقى اللون ده والشكل ده. لكن الزيتون اللي انا بعمله دلوقتي ده هيفضل لونه محتفظ زي ما هو باللون الاسود وقيمته الغذائيه كلها فيه. طبعا الزيتون اللي بيتنقع بكذا مره بالميه وبيتشال وبتبدلي الميه بتاعته بيفقد كل القيمه الغذائيه بتاعته، لكن ده هيفضل لحد اخر زيتونه بتاكليها وهيفضل لونه اسود وبيلمع بنفس الشكل اللي انا معبياه بيه ده بالظبط، لونه مش هيتغير نهائي لان احنا ما حطيناش فيه ميه خالص. هوريكم بقى دلوقتي في نهايه الفيديو الكميه بتاعه الميه زادت قد ايه ووصلت لحد فين في البرطمان. هنا كده يا بنات بعد ما عدى حوالي 3 4 ايام على الزيتون بتاعي وزي ما قلت لكم كل يومين بقلبه بالشكل ده، هوريكم بقى الميه بتاعته وصلت لحد فين. شايفين خلاص الميه بدات كده تغطي الزيتون كله زي ما انتم شايفين كده ميته منه فيه، انا والله ما ضفت له ولا نقطه ميه، هو نزل ميته زي ما انتم شايفين اهو بكيس نظيف ما بينزلش ميه ولا حاجه وحكم البرطمان كويس ومقفول كويس. تتاكدي برده البرطمان اللي انت هتضيفي فيه ان هو لما تيجي تقلبيه كده ان هو ما ينزلش الميه بتاعته، وما تقلقوش اللي لونه مفده كله هيغمق تاني وهيسمر تاني، يعني كل اللي قلب لونه مفده هيرجع يبقى اسمر تاني خالص. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم بقى حطوا لنا لايك للفيديو واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.